ميشيل بوردو لأن عاش حياة شاذة، لكن هو في الفلسفة عالم من أعلام الفلسفة المعاصرة. ما الذي يقوله ميشيل بوردو وأدى إلى يعني خلخلة أو وضع فكرة جديدة استحقت أنه يدخل مجال الفلسفة ويصبح فيلسوفا؟ ميشيل بوردو يقول مقولة الأساسية أن النص دائما مكتسب للسلطة المسيطرة في زمن معين، وأن النص باستمرار يصادر صوت المحرومين. خليك معي، أنا أعتقد شكيت مني شوي، هربت مني يمينا ويسارا. النص مكتسب لصالح السلطة، السلطة اللي في زمن معين، السلطة الأدبية الفلسفية الثقافية في وقت معين، سلطة القوة في وقت معين، الدولة في وقت معين، وأن دائما وأبدا اللي يختفي من الرواية دائما صوت المحرومين. شوف شلون نفهم الكلام المعقد اللي ما له معنى. خلينا نأخذ مثال يتضح المقال. كتب كتاب اسمه تاريخ الجنون، كتب كتاب اسمه تاريخ الجنون، فهو يقول لك أن كل عصر في عصر ما كان المجنون يعد أنه محل السخرية والتندر. الكتاب عندنا كله هي عبارة عن طرائف عن المجانين والسخرية من المجانين. وفي عصر ما كان يعتبرونه متلبس بالجن ويجب أنه يحبس ويغرب حتى يخرج من الجن. وفي عصر ثالث كان يوضع في مستشفيات ويعملون له دراسه نفسيه ويناقشونه ويسالونه ويحللوه معه. وفي عصر رابع نبحث في حقوقه كانسان لكن هل في خلال هذه العصور ظاهره الجنون تغيرت، ولا الموقف الثقافي من الجنون هو الذي تغير؟ اللي يقول ميشيل بوردو ان سلطه العصر هي التي فرضت نفسها في زمن ما في بيئه ما واعطتنا صوره عن المجنون، فكل الناس اللي في ذاك العصر نظروا للمجنون من الزاويه التي فرضتها سلطه العصر. ها نحن فهمنا اثر السلطه حتى على تعريف الاشياء اللي كلنا شايفينها. المجنون واحد لكن نقلناه من عصر، في كل عصر عمل بطريقه مختلفه، لان تعريف الجنون في ذاك العصر كان ابن السلطه الزمنيه اللي كانت موجوده في ذلك العصر. اذا الثقافه تفرض نفسها على الفهم بشكل من الاشكال، فالعصر يتلبس بثقافه عصره، فنحن لسنا احرار، نحن باستمرار مكتسبين لصالح السلطه الزمنيه الموجوده. طيب وبعدين يا عم ميشيل بوردو؟ قال في شيء اخر، نجد الكتابه التاريخيه هي ما يكتبه الاقوياء. خلينا ناخذ مثال، في حرب من الحروب قامت وكتبوا عنها كم شجاعه القائد اللي انتصر في المعركه وبطوله الجيوش اللي قامت بهذه المعركه وحجم الانتصار الذي حققوه وكل الكلام الضخم اللي كتب الكتب. ميشيل بوردو يقول لك اذا نظرت للجانب الاخر من الصوره ورحت تبحث عن ماذا قال الجنود اللي في الخنادق في تلك اللحظه التاريخيه عن الحدث، كيف راوه؟ فانت قد تجد رساله من جندي مجهول مات في خندق لا يعرف اسمه وبعثها لزوجته تصف حاله الجنود وحاله المعركه والاوضاع افضل من النص الذي كتبه القائد والسلطه الزمانيه اللي حققت النصر وخلدته. فهو يقول لك صوت المحرومين دائما مغيب لصالح القوى اللي موجوده، وبالتالي السلطه اللي موجوده تفرض علينا النصوص التي يجب ان نقراها ونقراها في السياقات التي ارادوها، واذا اردنا الحقيقه يجب ان نعمل حفر معرفي في اتجاه المعاكس، ماذا كان صوت المحرومين يقول في تلك اللحظه التاريخيه؟ الناس اللي في السجون، الناس اللي في المعتقلات، الناس اللي في الشوارع مو لاقين اكل، هؤلاء صوت اصدق من صوت السلطه بالنسبه لميشيل بوردو في وصف العصر والزمان اللي موجود. اذا ها هو ينقلنا من نقله كبيره جدا من اعتقادنا ان ما نقراه في الكتب يمثل حقيقه العصر الى انه يمثل صوت السلطه بصوره كبيره واللي غايب منه صوت الفئات المحرومه اللي كانت موجوده.